كما تفضلتم ونوهتم شيخ صالح من نقد أختنا بكلام العلماء من أنه إذا كان الزمان فيه من الصفات ما هو كيف وكيف فإنه يجب على المرأة حينئذ أن تستر وجهها وكفيها. زماننا شيخ صالح هل هو مؤهل لأن يجعل المرأة كاشفة لوجهها ويجب؟ لا والله، ثم لا والله، إن هذا الوقت بالذات وما ظهر فيه من أنواع الفتن والشرور وكثرة الفساق وكثرة الذين في قلوبهم مرض من المنافقين والكفار وغيرهم وكثرة المغريات وكثرة وسائل الزينة، هذا الوقت بالذات يؤكد على المرأة المسلمة أن تلتزم بآداب الإسلام وأن تتمسك بالحجاب ولو ازدراها الناس وقالوا فيها ما قالوا، فإنه يأتي على الناس زمان يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر بشدة ما يلقى من أذى الناس واستهزائهم وسخريتهم، ولكنه إذا صبر على ذلك وصبر على طاعة الله عز وجل فإنه يكون له الأجر العظيم ويكون من الغرباء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء. قال ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية يصلحون ما أفسد الناس. فالواجب الصبر والالتزام بأحكام الشريعة الآداب والأخلاق والعقائد والعبادات وغير ذلك، وإن سخر الناس منا أو قالوا ما قالوا من الألقاب الشنيعة والإهزاء فنحن لا نلتفت إلى هذا. فإن المنافقين من قبل قالوا ما قالوا في المسلمين، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. سموا المسلمين بالسفهاء، وهكذا منافق هذا العصر يسمون المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله بالسفهاء وبالمغفلين وبالجامدين وبالألقاب الشنيعة، ولكن هذا لا يضرنا ولله الحمد ما دمنا على الحق وهم على الباطل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.